اهلا بحضراتكم من جديد. بعظمة لسانه هاتوا الدفاتر، هاتوا الدفاتر تنقرا. ده ان كنتوا نسيتوا اللي جرى، لانه الحقيقه كابتن فاروق جعفر لما اتكلم الراجل في الفيديو اللي اثار ضجه كبيره جدا، وقلنا ان فيه اعتراف ده يخصه ويخص ان هو كابتن نادي الزمالك، لكن فيه ادعاء يخص النادي الاهلي، ان انت قلت ان ده بيحصل في النادي الاهلي، بل ان بعض الناس حاولت تقصر ده على النادي الاهلي. العبارة جعفر ما قالش، هو اضطر يقول لهم وفي انديه ثانيه، ده تفسيرهم هم. قولوا له الاهلي، وبعد كده تطلع التفاسير. لا، الكابتن فاروق راجل مؤدب، كان مكسوف يقول ان النادي الاهلي، لكن هو كان نياته على النادي الاهلي. طيب، ما نفتح الدفاتر نشوف الاهلي في افريقيا. الاهلي نادي القرن في افريقيا، اللي خد كل هذه الالقاب في افريقيا. التحكيم عمل ايه مع النادي الاهلي؟ بكشف الحساب اللي انتوا هتشوفوه بالصوره، يعني هنخليكم انتوا الحكام هتشوفوا اللقطات للحظات والاخطاء اللي الاهلي دفع ثمنها، اللي افقدت الاهلي كام بطوله؟ 6 ألقاب. انا ارجو يا استاذ ابراهيم بس الناس تفهم كلامنا، مش للاهلاويه، كلامنا لكل المهتمين بالشان الكروي. دي امور ما فيهاش وجهه نظر، بصوا لها وقيموها واحكموا بنفسكم. 6 ألقاب كامله فقدها الاهلي في مشوار افريقيا باخطاء تحكيميه مباشره ومؤثره. بتتكلم في جون، في ضربه جزاء، في هزيمه، في خروج، اخطاء هتشوفوها فيها منتهى التاثير والتدخل في نتيجه المباريات. 6 ألقاب كامله خسرها الاهلي بشكل مباشر. طيب، من تحت راس ماتابيلا بيتروس ماتابيلا، ده حكم من جنوب افريقيا، الاتحاد الافريقي لتاني مره كان يعمل بطوله السوبر الافريقي. في 94 قال لك الاهلي والزمالك هيلعبوا بعض، يروحوا يلعبوا بعض فين؟ في جوهانسبرج. بطل ابطال الدوري وبطل ابطال الكاس يتعملوا ماتش السوبر هناك. كانت النتيجه ايه؟ اداره المباراه كانت للحكم الجنوب افريقي اسمه بيتروس ماتابيلا. الحكم لما تشوفوه في ادارته للمباراه تعرفوا هو ليه اتقبض عليه وليه دخل السجن وليه اتشطب وليه راح في داهيه وليه وصل من الاتحاد الافريقي بانه حكم فاسد، لاسباب تخص ادارته للمباريات في جنوب افريقيا. لكن عايزكم تبصوا على هذه اللقطات من المباراه. بص ياسر ريان، شوفوا ايمانويل امونيكي في التدخل. بص بيتروس ماتابيلا ما طردش ايمانويل امونيكي واكتفى. هنا محمد يوسف له فاول ضد اشرف يوسف، هو الراجل اهو الفاول لصالح محمد يوسف ظهير ايسر الاهلي والحكم جنبه. لغايه دلوقتي مفيش حاجه، يوسف وقع ولاعب الزمالك قايم يعترض، ولاعب الزمالك قايم يعترض على انه الفاول للاهلي، يعتدي عليه. بص الحكم عشان يحللها قوي راح رايح لللاين مان، مع انه هو اللي كان فوق راس الحدث، راح لللاين مان ورجع عمل ايه؟ خدوا بالكم، هو تجاهل طرد ايمانويل في اللعبه اللي قبليها رغم وضوح الفاول اللي عمله، الفاول لصالح محمد يوسف. تخيلوا انه بيطرد محمد يوسف عشان الفاول لصالحه. اتفضلوا تعالى لي اديني ظهرك، كارت احمر لمحمد يوسف بشكل ادهش الناس. خرج الكابتن طارق سليم عليه رحمه الله من هدوءه، طرد مباشر، طرد مباشر في فاول لصالح محمد يوسف من حكم لسه متجاهل طرد ايمانويل بالعنف اللي عمله مع ياسر ريان. شايفين قرار الحكم؟ الحكم ده زي ما قلت لك بعد كده كان هيجي يحكم مباراه للسودان مع ليبيا. قبل ما يوصل للخرطوم كانت صحف جنوب افريقيا والمواقع قالت انه تم القبض عليه وتم اعتقاله وصدرت ضده احكام لانه حكم فاسد. ده بيتروس ماتابيلا. كابتن محمد يوسف سالوا الكابتن شوير عن ايه اللي حصل وقتها. هنشوف محمد يوسف شرح الحاجه الغريبه قوي الماتابيليه قوي دي ازاي. كان لما تبلى الجنوب افريقي وكانت حاجه بينك وبين اشرف يوسف. اللي حصل ان كان في فاول ليا، اشرف يوسف عمل معايا الفاول، فاول ليا. فاللي حصل ان اشرف يوسف زي ما تقول يعني استفزني او مسكني ماسكه، انت سقيته كده، فانا خبطت ايده، هو ايدك ما جاتش على وشه ليه؟
هو مسكني مسكه ذكيه جدا. هو مسكني من زوري قال يا عم بيطبطب عليا بس مسك، فانا مع الهوا فخبطت ايده قلت له اوعى ايدك، فراح واقع اللاين مان الله اعلم قال ايه لقيت الراجل ايه قال لي جو انسايد اند تيك ا شاور قبل ما اطلع الكارت قال لي جو انسايد اند تيك ا شاور خش جوه وادخل خد دش فانا ايه انا حتى لو رحت لافف خلاص هتعمل ايه بعدين من قبل ما اطلع الكارت كان لسه قبل ما اطلع الكارت ما هو ممكن يطلع كارت اصفر بس جو انسايد تيك ا شاور يعني خلاص فانا اول واحد عرف قبل ما اي حد يعرف ان انا هاخد كارت احمر وانت عارف الانجليزي كويس اصلا كمان يعني المهم الكره دي ما كانتش سهل خالص طرد يعني هو المشكله ان هو شايف حاجه هو اللي في الحادثه ده ادى الفاول لمحمد يوسف اداله شايف الاعتداء عليه في الاول فانت من التصرفات التلقائيه واحد ماسكك كده تعمل له كده واخد بالك فبعد ما انت حسبت الفاول نتيجه انك شفت الفاول والاعتداء الرايح بتسال لاين مان وبعدين تيك شاور يعني كمان بتتهكم عليه يلا يا حبيبي بقى يلا بقى خد دوش يلا خد لك دوش المساله بقول لك ايه انا كنت واخد مش هقفص على الشخصيه كنت في المباراه دي لا في المباراه دي انا كنت منظم رحله لما جم قالوا النادي الاهلي هي المباراه دي في يناير 94 يا جماعه فكرنا كفكر اقتصادي ان النادي الاهلي هيقطع تذاكر بكام لقيناه بمبلغ كبير يعني فكلمت انا الشركه مصر للطيران قلت لهم لا اجرنا طياره شارتر فقالوا لنا طيب طياره شارتر 100 وحوالي حاجه و30 واحد بحاجه و70000 دولار فانا حسبت ان البعثه بتاعتنا مثلا ممكن تبقى 40 35 40 دي بعثه النادي الاهلي شفت عدد التذاكر اللي كنا هندفعها لان نفسنا هندفع اكتر من 70000 دولار الباقي قلت انا هسوقه وعملت رحله من مصر على طياره شارتر طلع فيها اعضاء مجلس الاداره كل واحد بقى احتفاليه وجاب عيلته وطلع معانا ناس اكتشفت ان طلع معانا ناس من اصدقائنا الزمالكاويين كمان على نفس الرحله كان منهم الله يرحمه طلعت الاواس توفى الاسبوع اللي فات او اللي قبل اللي فات بس انا دي قلتها قبل كده انا مش بقولها دلوقتي جديده قلتها وهو عايش لا وهقول لك يعني مفيش حد ركب الطياره دي بما فيهم انا كنت منظم الرحله مدير النادي دفعت 2500 جنيه ثمن التذكره يعني حسبت تذكره الطياره غير الاقامه والحاجات دي ب 2500 جنيه على كل الناس واعضاء مجلس الاداره دفعوا يعني كل الناس دفعت وبعدين الوحيد اللي ما دفعش مين؟ تامر عبد الحميد لاعب الزمالك واحنا راجعين وانتوا راجعين واحنا راجعين الكابتن الجوهري قال يا رب يكونوا متذاكر الواقعه دي ممكن اسالوا يعني النادي الاهلي تامر عنده امتحان شوف احنا بقى خارجين يا تامر الباك رايت احنا خارجين مغلوبين ومتضايقين ومظلومين وانت بتتسال يعني بتربيه الجوهري داخل النادي الاهلي عارف انه يقدر يسال السؤال ده تامر عنده امتحان ممكن يجي معاكم ويروح معاكم يحضر الامتحان عشان طيارتنا تشارتر مباشره يلحق الامتحان بتاعه فطبعا وافقنا بعثة الاهلي جابت ظهير الزمالك طبعا وافقنا يعني ورجع معانا طبعا وكان معانا بقى الله يرحمه طلعت فانا بتكلم بقول شفت الراجل ابن الذين عمل وعمل وعمل فضحك فقول له بتضحك على ايه؟ قال لي انا جيت معاك وركبت معاك ودفعت 3000 دولار خدوهم مني واقسم بالله وحياة النعمه صادق خدوهم مني خدوهم مني وكسبنا الكاس ورجعنا عادي متشكرين خدوهم مني